وش فيك حبيبتي؟ مانعينك حدا تجلسين في الحديقة؟ مين هذول اللي مانعيني؟ اللي يحاولون يبعدونك عني ويقنعونك إني أنا عدوتك وأبي لك الشر ويحذرونك مني عشان تشغلين في سالفتي وتنسين اللي قاعد يصير حولك. ترى هذه ثاني مرة تلمحين لي فيها. وش ذا الشيء اللي قاعد يصير؟ شكلك تعرفين شيء أنا ما أعرفه، مو محصلة طريقة تعلميني فيها. ثاني مرة؟ ممكن تذكريني بأول مرة؟ أول مرة لما قلتي لي يكفيك تشوفين اللي داخل البيت. أيه، أجل اعتبريهم كلهم تلميح واحد. عندي أمنية واحدة بس ونفسي تحققها لي، ممكن؟ خير، وش في؟ بطل كذب. ليه ما قلت لي على اللي صار بينك وبين جدي؟ ليش خبيت علي؟ ممكن أفهم؟ أجلسي وخليني أشرح لك. ما أبي أجلس. أنا ما صدقت بدي يطلع الصبح عشان أشوفك وأفهم ليش سويت كذا. يا شيخ حرام عليك، يعني أنا وش اللي سويته بالضبط؟ أنت من جدك؟ يعني بكون عارف إن جدك بيروح ولا أجي أقول لكم؟ مشكلتي إني محامي العائلة واللي كل المصايب تطيح فوق راسه. ما كنت تدري إنه بيمشي، وما كنت تدري بعد إنه بيكتب أملاك الآسيا؟ هذه كيف بتدور لها على كذبة؟ مو بأنت اللي كاتب له عقود البيع والشراء ولا يتهيأ لي؟ هذا اسمه لجوء قانوني للغبي اللي واقف قدامك واللي طول الوقت قاعد يدفع ثمن إنه مؤتمن على الأسرار القانونية. ما شاء الله عليك، أجوبتك دايم جاهزة، بس للأسف عمرها ما كانت مقنعة. طيب الحين ممكن تستريحين ونتكلم مع بعض؟ نتكلم؟ لو عندك كلام كان قلته بالبيت يوم كنت عندنا. للأسف دايما أتأمل فيك خير ودايما تخذلني. يعني أنت متأكدة أن للحين طلال باقي في مكانه؟ أي متأكدة. ليش خير؟ حصل شيء جديد؟ لا، بس أنا حاسة أن الفترة هذه وضعه ما هو بطبيعي، وهو قاعد يلمح أنه بيترك الشغل. أوف، يقولون اللي ما يسأل عليك يسأل عليه أنت. شلونك يا عمتي؟ يا هلا، حياك الله يا الجوهرة. عهود شلونك؟ هلا هلا الجوهرة. عمتي أنا مضطرة أمشي، عندي اجتماع مرة مهم وأخاف أتأخر عليهم، عن إذنكم. الله معك يا يمه.